لذلك شنت الطائرات الحربية للاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته فجر اليوم سلسلة غارات على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة والمناطق الشمالية للمدينة، وذلك بالتزامن مع إطلاق القنابل الضوئية. وأفادت مصادر طبية وشهود عيان بأن طائرات الاحتلال قصفت منزلين في مخيم النصيرات ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من الأشخاص. وأضافت المصادر أن طائرات الاحتلال تشن غارات كثيفة في بيت لاهيا ومحيط المستشفى الأندونيسي شمال قطاع غزة، وذلك بالتزامن مع إطلاق القنابل الضوئية. وواصلت مدفعية الاحتلال قصف مناطق متفرقة في أحياء من مدينة غزة، خاصة حي الرمال، في ظل محاصرتها المدينة ومنع حركة الأشخاص وسيارات الإسعاف. وقصفت أيضا آليات الحرب الإسرائيلية محيط محطة الوسط البترول التي تضم عشرات النازحين ما أدى لاستشهاد وإصابة العديد من الأشخاص. وأضافت المصادر أنه لم يتسنى إحصاء العدد الدقيق للأشخاص الذين استشهدوا جراء هذا القصف في ضوء انقطاع الاتصالات والكهرباء في هذه المناطق وانهيار الدفاع المدني والقطاع الطبي.